ازاي ممكن نشوف اللي حصل في مصر خلال الاسبوع اللي فاتت او الايام اللي فاتت من خلال مقالات الرأي؟ ده اللي هنحاول نعمله في الفقرة بتاعتنا دلوقتي مع الكاتب الصحفي الاستاذ محمد فوزي مساعد رئيس تحرير جريدة التحرير اللي مختار لنا خمس مقالات منوعين ما بين السياسة والاجتماع والاقتصاد، وهنشوف من خلالهم بيشوف ازاي الاسبوع اللي فات او الايام اللي فاتت. مساء الخير يا استاذ فوزي. مساء الخير يا استاذ محمد. نور الصحافه اليوم. والله ده نور الصحافه اليوم هو يعني اللي اختارني عشان ابقى موجود النهارده، ودي حاجه عظيمه جدا. بس فانا ليا بس تعليق بسيط، مش تعليق يعني، ليا توضيح بسيط جدا. انا مش كاتب صحفي. طب تمام. يعني انا صحفي بشتغل في جورنان، لان الكتابه الصحفيه اول واحد كاتب دلوقتي ما بيحبش يقول نفسه كاتب صحفي. انا مش كاتب صحفي، يعني انا راجل بشتغل في جورنان، بس بساهم فيه ان في جورنان بيطلع في السوق، يعني الحمد لله انا راضي. يا ريت جورنالجي. انما كتاب الصحفي دي يعني حاجه تانية كبيره قوي قوي، يعني ممكن بعد 10 سنين اقول ده يا رب، ان انا رب لو عشت بعد 10 سنين اقول ان انا بقيت كاتب صحفي. فوضى تعريفات الحكايه دي بتشوفها؟ لا، هو اسهال تعريفات واستسهال، لان الناس كلها فيما يخص الاعلام تحديدا. مش يعني احنا ما عندناش تعريفات واضحه لفكره مين هو الاعلامي، مين هو المذيع، مين هو الصحفي، مين هو الكاتب الصحفي. ما عندناش. يعني الناس دايما بتستسهل، الناس دايما شايفه اللي بتعمله اقل، الناس بتبص له بشكل اقل. يعني يقول لك لا انا مش صحفي، انا كاتب صحفي. على فكره الصحفي دي حاجه عظيمه جدا ومهنه عظيمه جدا، وتتشرف انت تشتغلها، بس اشتغلها كويس وقول انا صحفي. بس لما تيجي تقول كده بفخر، يعني هتكتشف الموضوع كويس يعني. انما لا، الناس تقول كاتب صحفي. طب احنا حاولنا نفخم الراجل فطلع هو متواضع وقال لنا ان في فوضى تعريفات. والله بس الحقيقة. ده مقال كويس بمعنى الحقيقه لست كاتبا صحفيا. المقال الاول اللي انت اخترته النهارده هو مقال الاستاذ جمال ابو الحسن. خليني بس اقول لك حاجه، معلش قبل ما اتكلم في المقالات، خليني اقول لك ان انا لما انت كلمتني انا كان عندي مشكله كبيره جدا. حقيقه حقيقي يعني بلا برضو ما فيهاش تواضع، هي فيها صدق، ان انا فعلا اكتشفت ان في مشكله. في مشكله في الاختيارات ولا في المقالات؟ في مشكله في المقالات اصلا. ازاي؟ اللي هو لما تيجي تبص، هو ايه المقال اللي اتقال عليه مقال صحفي؟ طيب خلينا نكون واضحين، في مقال صحفي، في عمود صحفي يومي، وفي كتابات في الشأن العام. يعني تكتشف ان انت لما تبص، لا في يا جماعه انا اسف يعني، لا في حاجات ما ينفعش اصلا تقري. ازمه في التعريف؟ لا 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 لا، الازمه في الكتابه. ازمه مصر في صحافتها هي في الكتابه، في الكتابه مش في اي حاجه تانية. ولا في الكتابه كمعلومات ولا وجهه نظر؟ الاثنين. ولا الثلاثه؟ الثلاثه. ولو قلت لك هقول لك الاربعه، ولو قلت لي هقول لك الخمسه. لا ده حقيقي. بص، هي الفكره ايه؟ انا لما تيجي تشوف انا بحكم شغلي بعمل ايه؟ المفروض كل يوم برا المقالات. انا بقى عايز اسالك، انا كراجل زميل مهنه، انت راجل شغال صحفي ومسؤول في جورنان، قول لي كده ايه؟ حاولت نضيف لا، قول لي بقى ايه المقال اللي انت قريته من فتره ولفت نظرك وخلاك تقول، تاخد نفس عميق كده تقول الله، بغض النظر بقى مكتوب بشكل ادبي، في معلومات مكتوب فيه آخر معلومات تشد يعني، مع ان ده ما يبقاش صحفي، ما يبقاش مقال، ده يبقى المفروض تقرير. في مقالين في الفتره الاخيره قريتهم وكنت بقول الله، برضه المقال بتاع احمد دريني فيما يخص التحقيق، يعني كان مقال تحقيقي بالنسبه لي فيما يخص اللي كان مكتوب عن موضوع نقلات النفط المسروقه في البحر الابيض المتوسط. ده جميل. فده واحد من مقال من اسبوعين، وقت شفت المقال مبسوط. من زمان قوي. من اسبوعين هو كتب ثلاث حلقات، كان اخرها حلقه من اسبوعين ثلاثه. ده رقم واحد. ثم مقال محمد ابو الغيط فيما يخص اعاده صياغه الموضوع بتاع جهاز عبد العاطي. حلو. فاعتقد المقالين دول، ده برضو على فكره انا بقول لك، ثم المقال الثالث، ثم المقال الثالث، محمد ابو الغيط ما كانش مقال، ثم المقال الثالث، مقال محمد دريني تحقيق، ثم المقال الثالث او العمود الثالث كان مقال استاذ العمود بتاع الاستاذ غسان شربل بتاع الاعتذار في اول 2014. حلو. شفت احنا جينا بالراحه ازاي؟ ايوه احنا جينا بالراحه. غسان شربل ده في الحياه اللندنيه، وانا مهم. مختار له النهارده مقاله بتاعت عبد الله اسكندر اللي قيمه معينه يعني، وانت بتتكلم على حاجتين اتنين، الاتنين مقالات تحقيقات وليست مقالات. لا لا لا، خلينا نكون واضحين، يعني عمود، انت عمود صحفي، لا انا في مشكله كبيره جدا في مصر في الموضوع ده. طب ما تخلينا نشوف اللي انت اخترته. هنشوف اللي احنا اخترناه. انا المقال الاول جمال ابو الحسن. خلينا نبدا بجمال ابو الحسن عشان ده شان خارجي، يعني جمال ابو الحسن كاتب مقال، وخليني هنا اقول ان جمال ابو الحسن واحد بالامانه، وانا ما اعرفوش خالص يعني، هو زميل بيكتب بقاله فتره كبيره في المصري وفي دوت مصر، واحد من اهم الناس ان لم يكن اهمهم اللي بيكتبوا في الصحافه المصريه دلوقتي. ليه؟ واحد، هذا الرجل لديه اسلوب خاص بيه هو، ما بيعملش حد. اتنين، لديه معلومه
ثلاثة لديه نسق عام بالمقالة بتاعته بتبقى موجودة فيه، يعني الراجل في قالب، الراجل قالب واحد اتنين تلاتة وبسهولة ويسر ومن دون من غير حزق، ما يحزقش خالص، مش هحطش كلمة مثلا تقيلة، لا راجل مبسط وسهل وفاهم. يعني هو لما بيكتب انه خبير في شؤون الشرق الاوسط بتكتشف فعلا ان الراجل بيفهم في موضوع الشرق الاوسط. هو هنا كاتب عن ليبيا، كاتب عن فكرة وانا شايف انها فكره مهمه جدا، وكاتب في الحته اللي صعبه بالنسبه للمصريين كلهم، الواقع المتشابك في ليبيا. كاتب، هو بدا المقال بشكل ادبي لكنه داخل بقى في صلب الموضوع بمجموعه معلومات. هو بيكتب عن فكره سقوط المدينه، المدينه رمزي سقوط اي مدينه، متى تسقط اي مدينه؟ تسقط اي مدينه عندما تكون مفيش مقاومه. المقاومه دي بتتمثل في الناس اللي موجودين، اما مقاومه للمحتل او اللي داخل يسقط، يعني يسقط يحتلها، او بفكره ان الناس تنقسم وتتشتت فيبقى الدخول ليهم والقضاء عليهم سهل. هو كاتب ده عن ليبيا، هو كان في صوره كابوس الحقيقه، هو كابوسي فعلا، كابوسي. هو راجل بيطرح وجهه نظره وبيطرح وبيدق يعني ناقوس خطر لفكره يا جماعه الارهاب او ما يسمى بالتشدد والتكفيريين و دول موجودين في ودول اقرب ناس لينا، والمشكله اللي موجوده في ليبيا مصر اذا لم تتدخل. ومصر هو ما بيقولش كده بس انا من وجهه نظري ده اللي ما بين السطور، اذا لم تتدخل مصر، والمقصود بتدخل في اكثر من تدخل واكثر من طريقه للتدخل فيما يحدث في ليبيا، ليس من ممكن يكون من بينها وده يبقى خيار اخير تدخل عسكري، لكن اذا لم تتدخل مصر فيما يحدث في ليبيا ففي خلال ايام قليله مصر هتعاني، شهور قليله. هل تقصد تدخل عسكري ولا تدخل على مستوى؟ انا رايي ان تدخل سياسي، تدخل بقى مخابراتي، تدخل اي انواع التدخل، لازم يبقى في تدخل مصري، وجود مصر حقيقي في ليبيا يمنع اللي بيحصل في ليبيا دلوقتي. يا تسوقي عامل زي هي بالظبط خلايا عنقوديه. انت قدام حاله مرعبه اسمها ان انت عندك فصائل كتير جدا، ميليشيات كتيرة جدا، كلها بتتناحر على سلطة. صحيح. في غياب حكومات قوية، حكومة عندك أكتر من حكومة وأكتر من جهة، ومفيش توحد ومفيش هدف. احنا عرضنا امبارح خريطة من الواشنطن بوست بتتكلم عن مسار الإرهابيين في العالم، واكتشفنا إنه من ضمن المسارات دي أكبر مسار بيصدر الإرهاب للعالم هو ليبيا. أيوه. فاحنا بنتكلم عن مفرقة للإرهاب. انت بتتكلم، بص في جمله هو كاتبها في المقال انا شايف ان ينقل الكاتب هشام مطر. هشام مطر ده روائي ليبي وكاتب مقاله في نيويورك بيقول ما قاله احد رجال التعليم المخضرمين. بيقول لهشام مطر، بيقول له ايه، بص الجمله يعني مؤلمه دي، كل مؤسسه تعليميه قمت بالتدريس فيها اما فجرت او حرقت او جرى تدميرها. يعني فيش ليبيا، انت بتتكلم في نفس الوقت اللي بيحصل في ليبيا اللي حصل فين، اللي بيحصل دلوقتي فين، في اليمن. اليمن شوف بقى حجم الرعب اللي مصر ممكن تعانيه في الفتره الجايه لو ما حصلش تدخل. تدخل لازم، تدخل دبلوماسي ولازم، وانا عارف ان طبعا بالتاكيد هم عارفين ابعاد الازمه اللي موجوده دلوقتي، لكن ده واحد من المقالات اللي انا ممكن ما يكونش اعظم حاجه، بس ده مقال اولا بيطرح قضيه، بيكشف جانب احنا مش واخدين بالنا بيه. احنا طبعا عندنا ازمه دلوقتي ان احنا غرقانين في كل مشاكلنا، وطبعا مشاكلنا تستحق، لكن في جزء انت لازم طول الوقت يبقى انت عندك زي ما بيقولوا كده العين الثالثه، عندك مفتح على اللي موجود في مصر وملم ومركز وكلام، لكن في عين ثالثه بتبص وتراقب وتشوف. احنا في حلقه السبت اللي فات ده اول امبارح كان معانا زميلنا احمد محبوب، وعملنا خريطه واضحه للعواصم القلقه اللي حوالين مصر او الدنيا المرتبكه حوالين مصر وما الذي يمكن ان تصدره، ومنكمل في هذا الامر. ليبيا، السودان، ليبيا، اليمن، العراق. المقال الثاني للاستاذ عبد الله السناوي بعنوان شيء من الهروله. هو بيتكلم فيه عن حكايه او الموضوع الكوميدي بتاع دعوه او ما قيل انها دعوه من الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان يعملوا قائمه موحده. بيقول انه اصلا الحكايه دي مش موجوده، وبيقول ان هي لو موجوده تبقى يعني حاجه بتسيء لمعنى الديمقراطيه. طيب خليني اقول لك برضو ان انا لما جيت اختار الاستاذ عبد الله السناوي، طبعا كاتب مهم وكبير، وفي الفتره الاخيره بيكتب حاجات بجد يعني لو اخذت في الاعتبار هتبقى مهمه، يعني هنستفيد بيها صنع القرار. بيعمل حاجات تاسيسيه. هو تاسيسيه، رغم انه طبعا متاثر جدا بالاستاذ هيكل، بس دي حاجه عظيمه، دي حاجه كويسه بالمناسبه. عبد الله السناوي كاتب مقاله شيء من الهروله، في نفس الوقت كان في مقاله للدكتور جمال عبد الجواد في جريده الوطن انا اخترتها اسمها ملل سياسي. دي المقاله الثالثه. دي المقاله الثالثه. ليه انا بس انا عايز اربط ما بين المقالتين لان في رابط.
انت عندك في حاله الاستاذ عبد الله السناوي بيتكلم على فكره انتخابات، وانه ان الروايه اللي قيلت على لسان الرئيس ان مفيش دعوه اصلا، تمام؟ وان انت بتعمل حاله، انت اذا عملت ده في مصر دلوقتي في حاجه، انت عارف ان في نظريه في الادب اسمها موت الناقد. موت الناقد اللي هو ايه؟ يقول لك ايه، مفيش يعني ايه نقد؟ العمل ما بين الجمهور والجمهور هو اللي يتصرف، يعني ده حاجه. بالمناسبه ده ما ينفعش. كذلك في السياسه، في السياسه اذا انت حبيت تخلي كل الناس طيف واحد، يقول لك ايه، اصل البلد في ازمه، يعني ماشي البلد في ازمه، ما هي الازمه دي بتستدعي ان الناس صحيح تتضافر جوتها كلها انها تبقى مع الدوله، مع الدوله، لكن مش مع اللي بيحكم الدوله، لكن مش مع اللي بيحكم الدوله. ان انت طول الوقت لازم عندك معارضه، والمعارضه دي، وهنا الممتع بقى في المقال الثاني اللي هو بتاع الدكتور جمال عبد الجواد، اللي بيتكلم على فكره ان السياسه فن وفي تسليه، لازم يبقى في تسليه للجمهور، لازم الراجل المواطن العادي ده يتسلى بالسياسه، تبقى تسليه، التسليه بمفهومها اللي هو الانترتينمنت زي ما بيقولوا عليه، التسليه اللطيفه، اللي هو لما اقعد لما اشوف جدل ما بين سياسيين على حاجه ابقى مستمتع. صحيح، ما بتشوفش جدل، بتشوف خناقات هزليه الحقيقه. ليه بقى؟ لانه ما عندهمش حاجه. لان انت ما عندكش سياسيين. هو الحقيقه الكوميدي في الموضوع ان يبقى قدام مجموعه من قيادات الاحزاب بقالهم 6 شهور نفسهم يقعدوا مع الرئيس وعاوزين منه النصيحه، رغم ان هم اصلا المفترض يكونوا ضد الرئيس وعاوزين ياخدوا منه السلطه. ده المفروض، دي حاجه غريبه يعني. ده المفروض يعني امال اقول لك المعارضه يا حكومه الظل ليه؟ حكومه الظل ليه؟ ان انا في اي وقت، انا مؤهل في اي وقت ان انا دلوقتي امسك ابقى انا الحكومه وانا بنفذ كل المشاريع. طيب انا مش الحكومه دلوقتي، المفروض بقى ايه؟ انغص على الحكومه عيشتها بقى، ان انا عندي مشاريع كذا وكذا 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 وكذا، وانتم مقصرين في كذا وكذا وكذا، وانا عندي بدايل. بالمناسبه عشان بس في ناس كده بتتكلم كلام عشوائي، ما ينفعش تقول احزاب، اللي هو ما ينفعش اقول احزاب. ماشي احزاب، طب حركات سياسيه؟ مفيش. اتكلم يبقى عندك فكره بقى، وهي دي الفكره اللي برضه المرعبه في مصر، اللي هي فكره ان انت داخل على مرحله موت سياسه، او الموت بفعل ملل، ان انت في فتره كده هتكتشف ان انت، ان الناس تصاب بالملل من السياسه، اللي هو خلاص احنا مش عايز. طب هل الخناقات اللي بيتكلم عنها الدكتور، او التسليه اللي بيتكلم عنها الدكتور جمال عبد الجواد، تخلي الناس مشغوله بالسياسه، ولا تخلي الناس تقرف اكتر بالسياسه؟ لا لا لا، تخلي الناس مشغوله بالسياسه. الخناقات اللي من النوع ده ولا الخناقات اللي من النوع التاني؟ لمصلحتها. وانت لما تيجي تبقى الخناقات، مش الخناقات، خلينا نقول الايه، التشابك، يعني الاشتباك والتشابك اللطيف اللي ما بين القوى السياسيه وما بين الاحزاب وما بين الحكومه وما بين مش عارف ايه، لما يبقى في تشابك لصالح المواطن بالمناسبه، مش لمكاسب سياسيه، لمجرد فصيل سياسي، لفصيل سياسي واحد، لا، هتخلي الناس تهتم. انا دلوقتي لما المعارضه تتكلم على معاناه، مثلا معاناه محدود الدخل في الحصول على انبوبه، في التموين، في مثلا التمثيل العادل، في الخدمات اللي بتقدم للمناطق مثلا العشوائيه، المعارضه دي، يعني انت عمرك شفت حزب معارض يا راجل تبنى مشروع ليه علاقه بالعشوائيات؟ الحقيقه، والحقيقه اكتر يعني، خليني اقول لك، لان انا واحد من الناس اللي عملت، مفيش امكانيات ده، لو كان في، لا مش مقالات، بس في انه في مقال معين قديم ليا انا كنت برصد فيه برامج هذه الاحزاب، والحقيقه في حاجات مضحكه جدا في برامج لهذه الاحزاب يا جماعه، الناس متطرح انه لو كل مواطن اشترى صناره هيكفل بيته ويقدر يجيب ويصطاد ويعمل الكلام ده كله. ده ما هو ده كلام، لا انا اقول برامج الاحزاب بتاعت مصر هتضحكوا جدا، احسن من كل السينمات. لا لا، هي الفكره، انا بقول لك استاذ عبد الله السناوي والدكتور جمال الاثنين تقريبا قريبين بعض رغم الاختلاف. الدكتور استاذ عبد الله السناوي بيتكلم في موضوع الانتخابات وانه ما ينفعش ده لانه لازم التنوع، والدكتور جمال انا عجبني بس في كلام الدكتور جمال عبد الجواد المقاله بتاعته، انه شبه الموضوع بانه السياسه دلوقتي لازم تبقى عامله زي ماتش الكوره. في جمهور، لازم يبقى في جمهور، الاول في لعيبه، وبعدين في مدرب واحتياطي، والاحتياط دايما لازم يكون جاهز، وبعدين لازم يكون في جمهور. وبالمناسبه مطلوب في اوقات، يعني في وقت من الاوقات على فكره، ويا حباذ زي ما بيقولوا، لو في شغب وفي التراس، يعني لازم الموضوع، لان انت قدام حاله مصر، انت بتتكلم دلوقتي على بلد خارجه من تجربه سيئه، تجربه الاخوان، وداخله في تجربه تانية. التجربه التانية ديت لو انت حكمتها او غلفتها او هيمنت عليها بفكره ان كله يبقى شكل واحد ولون واحد وصوت واحد، انت فقدت اهم حافز ليك اللي هو التنوع، اللي هو حد يقول لك انت غلطان، على فكره اللي انت بتعمله ده غلط يا تسويقي، خلي بالك انت بتعمله ده غلط. لازم طول الوقت يبقى في قوه في المجتمع ده، قوه سياسيه واجتماعيه طول الوقت، ولازم الصحافه تطلع تقول انتوا يا جماعه اللي بيحصل ده غلط، اللي بيحصل ده تداعياته على المستقبل القريب او البعيد، مش شرط ان احنا نشوف تداعيات ما يحدث الان نشوفه في خلال 4 سنين بتوع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ممكن نشوفه في خلال 10 سنين. صحيح، لان كثير من المشاكل وكثير من العقد اللي مصر والابتلاءات اللي مصر ابتلت بيها على فكره
يعني عانينا منها بعد فتره طويله في اوقات. يعني مثلا الانفتاح الاقتصادي اللي عمله السادات، انت عانيت منه على فكره مش وقتها، شويه في وقتها، لكن انت عانيت على المدى الطويل ان انت ما بقتش قادر تحكم السوق. ما انتش عارف يعني انت دخلت في دوامه وطوفان تحرير الاسواق والكلام ده كله، رغم ان انت كدوله ما عندكش اليات لاحكام يعني القبض على السوق. الناس اللي متخيله دلوقتي اللي بتقول نبقى صوت واحد هي تضر الدوله من حيث لا تدري. هي بالتأكيد تضر الدولة، وأنا في رأيي أن أكثرهم يضر الدولة هو يعي أنه يضر الدولة لصالح مصلحته. أيوة طبعا، مفيش حاجة يا جماعة في الحياة اسمها صوت واحد. مفيش حاجة اسمها في الحياة كده. طيب، لازم تنوع، اختلاف، معارضة، الناس تقول آي، ناس تقول آي، وناس تقول لا، واللي بيقول آي ده يطرح وجهة نظره، أنت بتقول آي ليه، واللي بيقول لا يبقى عنده بديل اللي بيقول آي. واللي بينه وبينك خط اسمه الدولة، وبيني وبينك خط اسمه الدولة، لا كمان مش الدولة، وبيني وبينك ناس هي اللي بتحكم، هي اللي بتقيم تجربتي وبتقيم تجربتك. أنا دلوقتي بطرح وجهة نظر في موضوع معين، الدولة مفهومها يعني، أنا دلوقتي دولة بقول نظامي. إيه؟ أنا دلوقتي بقول إن محمد السوقي أنت لابس قميص كويس أو لابس ساعة كويسة، تمام؟ واحد تاني بيقول لا، تمام؟ بس احنا دخلنا مكان فالناس كلها قالت الله محمد سوقي لابس بتاع كويس جدا، الجاكيت كويس أو ساعة كويسة، مش هقدر أقول لك هي الفكرة يعني. لا طبعا الفكرة، والله الفكرة إنه كل اللي بيحصل في مصر في حاجات طبعا ايجابيه جدا جدا جدا، لكنه في حاجات تبدو الناس واخده مش واخده بالها منها. لما تيجي تتكلم عن قايمه موحده ومش عارف، طب يا جماعه انتوا فين الناس؟ فين اختيار الناس؟ ما تدي الناس فرصه اختيار، الناس تختار. الناس عايزه الحزب الوطني، تجيب الحزب الوطني. الناس عايزه الاخوان، ما تجيب الاخوان. ومش الناس دي اللي طلعت ضد الاخوان، تجيب الاخوان. ادي الناس فرصه، في الناس شويه، ادي الناس فرصه. ما تعيشوش الناس ان هم في حضانه طول الوقت، ان دي حضانه، ان انتوا حضانه اللي بتقي الناس من الميكروبات وبتحميها. ادوا الناس فرصه انها تختار وتختار، عشان في الاخر تبقى انت خارج وبتقول للناس من يختار عليه ان يتحمل نتيجه خطأ صحيح. اختياره وخطأه، واعتقد ان ده منهج، ويجني ثمار اذا عمل حاجه كويسه. صحيح، واعتقد ان ده منهج الصحافه اليوم يا جماعه. احنا طول الوقت قاعدين بنقول لكم اختلفوا في الطريقه كما شئتم، ولا تختلفوا ابدا على الطريق اللي هو مصلحه البلد دي. في المقال بقى الرابع، انا عندي برضه مقالتين لهم علاقه ببعض، مين اللي هم مين؟ جمع مقاله للاستاذ غسان شربر، رئيس تحرير جريده الحياه اللندنيه، وده برضه عايز يعني كاتبنا المفضل، كاتبنا احنا الاثنين المفضل، لانه مازال هو رئيس التحرير الوحيد في العالم العربي الذي يعمل رئيس التحرير، رئيس صحيح. تحرير وصحفي في صحيح، بيجيب اخبار وبيعمل حوارات، وبقول انه صحفي بس مش كاتب صحفي. انا عندي مقالتين اتنين، مقاله للاستاذ غسان شربل كاتبها عن الزميل عبد الله اسكندر، كان احد العاملين في جريده الحياه، وكان بيكتب عمود اسبوعي، يعني مقال اسبوعي في مقالات الراي، واعتقد انه كان مدير، يعني اذا ما كانتش ذاكرتي خانتني، يعني انه كان مدير تحرير جريده الحياه. صحيح، هو ما توفى يعني رحمه الله، فبيكتب عنه مقاله يعني ممتعه ومؤلمة جدا في تعامله تحديدا مع قضايا الأخبار والمؤلمة ومقالة تانية لأستاذنا إبراهيم عيسى عن الناشر الراحل الأستاذ الكبير، يعني الأستاذ عصام اسماعيل. بعيدا عن المقالتين يعني، ليه اخترت مقالتين الرساء؟ هقول لك ليه. أنا في حاجة كده، أنا ومجموعة أصدقاء من فترة كنا بنتكلم على اللي هو أي إنسان لما بيموت ماذا يتبقى منه؟ إيه اللي بيتبقى من أي إنسان لما بيموت؟ في الغالب الناس بتتكلم على فكره سيبت. ما قدمه في البدايه، يقول لك انت قدمت ايه في حياتك. طيب على فكره كل اي انسان مهما يعني صغر شانه او قل شانه في الحياه، قدم حاجه لحد الفكره هنا في المقالتين قيمه الوفاء للناس، وانه دي قيم للامانه، قيم مفقوده في الصحافه بشكل عام. زي مثلا انا مثلا بحزن جدا لما الاقي مثلا صحيفه في حجم جريده في حجم جريده الاخبار او الاهرام او الجمهوريه او اي جريده، زميل من الزملاء توفى، فتلاقي صوره قد كده، خبر صغير وخبر بالظبط 150 كلمه، محدش يعرف عنه اي حاجه، محدش يعرف عنه اي حاجه. يا جماعه هذا الرجل الشخص ده ممكن يكون قضى 50 سنه وانت بص بقى، هذا الرجل محدش سائل نفسه بس هو بيكتب الخبر ده، او لما بيسمع الخبر انه هذا الرجل مر من هنا، مر ما عدى ده، واحد عدى كده شغل حيز، شغل يعني في فراغ كده الراجل ده شغله. بالمناسبه هذا ينطبق على اي انسان في الحياه. صحيح، اي انسان. صحيح، ما بالك بقى بواحد شغال يا راجل. ده المفروض ان العامل اللي بيشتغل في مؤسسه صحفيه، المفروض ده لما يموت لازم الناس تكتب عنه،
وتكتب عنه، اكيد تكتب دي بجده. بصمه في حته معينه. الراجل ده اثر في ناس، خدم ناس، ادى الناس نصيحه، وقف جنب ناس، يا اخي مخلص. يعني قاعد في هذا المكان وادى من وقته وعمره وساعاته وراحته لهذا المكان اكتر مما ادى لاولاده مثلا. صحيح. وده اللي عمله وانت غسان بتبخل خلال عليه، عبد الله اسكندر، وده اللي عمله، اللي هو خد شرح لقطه التجربه. حلوه جدا. فكره مين عبد الله اسكندر ده، تزامله في النهار و و و وابدا. وفكره ان الراجل، فكره بقى اللي احنا الطنطنه اللي احنا طول الوقت بنتكلمها في الصحافه المصريه، تلاقي واحد طالع طنطنه في الجرايد نفسها، جوه الجرايد وبره الجرايد وفي الاعداد الخاصه وعلى الشاشات التلفزيون، المهنيه 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 المهنيه، ايه يا جماعه المهنيه؟ هي دي المهنيه. المهنيه ان تجد ايه المهنيه بقى بجد بقى؟ ان تجد انسان بالفعل مدرك لقيمه ما مدرك لقيمه ما يفعله اللي بيعمله في الصحافه، مدرك ليه ومؤمن بيه وبينفذه صح وبينفذه على نفسه قبل ما بيطلع. مش مهم يبقى مشهور بقى ولا مش مشهور ولا الكلام الفارغ ده. في ملايين، يعني في الاف الصحفيين كانوا علامات فارقه في جرايدهم، وهو ده الضلع الثابت في المعادله بتاعه الصحافه. العمود. العمود، انت لو شلت العمود ده على فكره ممكن تلاقي الجرنان مش طالع زي ما انت، مش ممكن الناس ما تكونش تعرفه اصلا. بس هي الفكره يعني ايه، هو هنا كان واثق حته انه كان صارما على نفسه فيما يخص المعلومات والدقه. انت بتعمل ده، دي حاجه شغلتي. يعني دي شغلتي. دي شغلتي ان ما فيش معلومه هتعدي في الجرنان ده الا لما ارجعها. ودي مهمه، وانت عارف لو تعلم يعني لو الناس تعرف هي قد ايه. لو رزق الله كل جرنان في مصر واحد زي عبد الله اسكندر مدقق، يعني ربنا هيكفينا شر بلاوي كتير. وهتكتشف ان ده بيحقق لك بقى ايه اللي هي جانب المهنيه اللي الناس بتتكلم عليه. عصام اسماعيل فهمي. عصام اسماعيل فهمي، وانت اشتغلت معاه؟ صحيح. وانا اشتغلت معاه، ورجل يعني زي ما بتقول مهما قيل عنه لكنه زي ما بيقولوا له بكتير اكبر بكتير اكبر بكتير 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 مما عليه. حتى بالنسبة لجزء الصحافة، هذا الرجل خرج بجريدة في وقت صعب جدا، هذا الرجل أسس لمدرسة أو أسس لحاجة جديدة في الصحافة المصرية اسمها الصحافة الخاصة، هذا الرجل أول واحد يكسب من الصحافة. صح. وشطارته، هذا الرجل تحمل، وزي ما الأستاذ إبراهيم عيسى كاتب، تحمل ضغوط هائلة. صحيح. في سبيل إنه يقفل التجربة ديت وخلاص وخلص ومش عارف إيه، وأنت كسبته على فكرة، إحنا ممكن نكسبك من حاجات تانية. الراجل كان بيحب المهنة، بيحبها فعلا، وبيحب الجو العام، وبيحب اللي بيشتغلوا معاه، رغم انه يعني كانت ايده مش فرطه قوي، بس يعني بس يا يعني ربنا يرحمه فعلا بقدر ما قدم للصحافه من تجربه، وبقى بعد كده نموذج لجرايد ومؤسسات كبيره جدا جدا. انا في رايي ان مفيش حد عرف يحقق معادله عصام اسماعيل فهمي في الصحافه حتى هذه اللحظه، حتى هذه اللحظه مفيش حد، مفيش جريده خاصه قدرت تحقق اللي هو التوازن ده ما بين ان انت تقدم مضمون او محتوى. طبعا ده بيرجع للاستاذ ابراهيم عيسى طبعا، يعني اللي هو فكره مبهج ومبهر وفيه صحافه ومشوق و و و وفي اعلى درجات النقد، اللي هو انت بتخبط السقف، انت بتخبط السقف بدماغك لدرجه انت بتطلع في الهواء الطلق، خلاص مفيش سقف يا جماعه، يعني خلاص السقف احنا كسرناه، ومع مش حاجه ذلك بعد كده. ومع ذلك كان عصام اسماعيل فهمي لا يتدخل، ودي ربما الحاجه الوحيده اللي محدش يقدر يحققها ما بين اي مالك واي انت اشتغلت تقريبا كام سنه؟ اشتغلنا 4 سنين او 5 سنين. هذا الرجل يشهد الله انه لم يتدخل على الاطلاق الا في اضيق الحدود، ولم نشعر به وكانه ما كانش بيجي اصلا. ولو كان تدخل، انت عارف ابراهيم عيسى، يعني انت عارف ابراهيم عيسى صحيح، يعني اللي هو كان في اول ما اقوله يعني، ويكفي الناس فخرا اللي احيانا كانت الناس بتتريق على انه يعني مرتبات قليله في الدستور والكلام ده، ان احنا لما كنا بنيجي نقبض كنا بنقبض فلوس كده فكه. قال لك دي فلوس الموزعين. هو بيجيب فلوس موزعين يقبضنا اياها يعني من غير اي حاجه. والله يعني رحم الله عصام اسماعيل فهمي، الله يرحمه. بقت حاجه، بس انا كنت مهتم، انا كنت عاوز اعمل حاجه، وكنت حتى اتكلمت مع الاستاذ احمد دريني ان انا كنت عايز اعمل حاجه اختار اسوء 7 مقالات. لكن طبعا الفكره مؤلمه، يعني لا مش مؤلمه، مرجعه وقاسيه شويه، لان انت هتتكلم عن مقالات، تتكلم عن زملاء، لكن يعني في حساسيات في الموضوع ده. انا زي ما قلت لك في الاول، انا مش كاتب صحفي، وده مش لا 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 لا، وده الاسباب، مش لاسباب، مش عشان حاجه، بس الفكره انا يعني شغل اليوم زي ما انت فاهم بيخطف الناس قوي. الموضوع بيحتاج مذاكره، محتاج مذاكره فعلا. صحيح. وقليلين في مصر قوي يعني، وتقريبا هم كتاب الشباب اللامعين الموجودين دلوقتي هم اللي بيذاكروا. صحيح. الباقي الموضوع استسهال. المقولة العظيمة اللي أنا كل شوية يعني نفسي الناس، يعني نفسي كل كاتب عمود يومي في مصر يسأل نفسه السؤال ده، أنا بكتب ليه؟ صح. وبكتب لمين؟ دي حاجة.
ويردد بقى نفسه مقوله الاستاذ هيكل يعني الله يمسيه بالخير، اللي هو لما سالوه في الثمانينات لماذا لا تكتب؟ قال لهم ان يقول الناس لماذا لا يكتب هيكل افضل من ان يقولوا لماذا يكتب هيكل. صحيح. يعني الناس لما تقول محمد سامي ما بيكتبش ليه؟ صحيح. وتسال عليك وتستناك احسن ما يفضلوا يقول لك هو بيكتب ليه؟ يعني يا جماعه هو عايز ايه بقى؟ يعني لسه قايل كده امبارح. انا نفسي والله الناس تتوقف كده لسه قايل كده امبارح. رحم الله الاستاذ عصام اسماعيل فهمي، واحد من رواد الصحافه المستقله في مصر، ومتشكرين جدا للاستاذ محمد فوزي مساعد رئيس تحرير جريده التحرير على وجودك معانا النهارده. أنا متشكر. وان شاء الله في الحلقه الجايه نعمل أسوأ 7 مقالات، وهتبقى دي الحلقه، وربما يبقى ده التغيير او الاختلاف. دي كانت حلقتنا النهارده من الصحافه اليوم، بكره ان شاء الله هيكون ليكم جوله جديده مختلفه مع زميلتي سارة حازم. تصبح على خير.